بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتور أحمد عبد الله، واليوم إن شاء الله راح نتكلم عن حل أسئلة سنوات سابقة بالإضافة لمراجعة على تشابتر 30 اللي بيتكلم عن السورسز اوف ماجنتيك فيلد، مصادر المجال المغناطيسي. زي ما شفنا في الشرح، هذا التشابتر بيتكلم، هو متمم لتشابتر 29، بيتكلم عن مصادر المجال المغناطيسي. المجال المغناطيسي يا شباب ينتج بطريقتين أساسيتين. الطريقة الأولى أنه أنا أجيب مغناطيس سواء كان طبيعي أو صناعي ونشوف المجال الناتج عنه، لكن من سيئات المجال المغناطيسي الناتج عن مغناطيس عادي أنه لا يمكن التحكم في مقداره، بينما المجال المغناطيسي الناتج عن أسلاك، عن مرور تيار كهربائي في سلك، وهي الطريقة الثانية للحصول على المجال المغناطيسي، تمتاز بأنه يمكن التحكم في مقدار المجال المغناطيسي الناتج. ولهذا مرور تيار كهربائي في الموصل في السلك، في يعني اي كرنت بيمر في اني وير، بينتج عنه مجال مغناطيسي ماجنتيك فيلد. فهيك كان اسم الشابتر اللي هو سورسز اوف ماجنتيك فيلد. وعشان يعرج على موضوع المجال المغناطيسي الناتج من مغناطيس عادي، حطنا في اخر الشابتر اللي هو الماجنتيك ماتيريالز، المواد المغناطيسيه، عشان نعرف كيف المغانط بتنصنع من اي مواد. إذا في عندنا الموضوع المجال المغناطيسي الناتج عن كرنت، عن تيار كهربائي بمر في موصلات. بداية نتعرف على إشي اسمه بايو سافار لو. تي لا تلفظ، بايو سافار بهذا الشكل. لو كان في عندي موصل كرنت يعني وير، بمر في الموصل بهذا الشكل، وطلب مني بشكل عام احسب الماجنتيك فيلد، المجال المغناطيسي الناتج عنه في هاي النقطة هون. فبايو سافار بيحكوا لنا انه نختار مقطع من هذا الموصل، هذا المقطع الطول تاعه هو دي اس، طبعا واتجاهه مع اتجاه الكرنت. بعد النقطة المطلوبة عن المقطع الصغير اللي احنا اخترناه، هاي المسافة اللي هون هي R. الانجل between them هي ثيتا، الزاوية بين R وبين DS. فمرور تيار كهربائي في هذا المقطع الصغير سيؤدي الى تولد مجال مغناطيسي هون. السلك كلياته طوله هو L، يعني لو انا كملت الدي اس راح نحصل على ال اللي هي طول السلك كامل. لكن لاني انا بحسب المجال المغناطيسي الناتج عن دي اس او دي ال، يعني جزء من السلك، راح يكون المجال الناتج هو دي بي، مش المجال المغناطيسي كامل تاع السلك كله. عشان هيك انا بحسب الدي بي اللي هو المجال المغناطيسي الناتج من المقطع الصغير، وبحمل له انتجريشن حتى اطلع الناتج، بنعمل تكامل. أذكركم أنه في عنا إشي اسمه البيرمابيليتي، اللي هي النفاذية المغناطيسية، اللي هي في حالة الهواء أو الفراغ قيمتها 4 باي ضرب 10 أس سالب 7 تسلا أمبير، تسلا متر لكل أمبير، تسلا دوت متر لكل أمبير. تمام. طبعا ميو نوت يعني غالبا بتكون معطاة في الامتحان من ضمن الثوابت. الآن كيف نحسب الدي بي؟ بايو سافار بيعلمنا كيف نحسب الدي بي اللي هي المجال الناتج عن مقطع صغير من السلك. فالدي بي تساوي ميو نوت على 4 باي، يعني كأنه بيحكي لي لما نعوض الميو نوت بهي القيمة رح يضل بس 10 أس سالب 7 لحالها، رح تروح الباي والأربعة مع بعض، مضروب في اي دي اس كروس ار. وانا بعرف الكروس تكون بين متجهين، ايش هو المتجه هذا؟ هل هذا المتجه هو هذا اللي هون، هو المتجه ار نفسه؟ الجواب انه هذا هو ار هات. ار هات احنا عارفين شو هي، هي متجه بنفس اتجاه المتجه ار لهناك، هي اتجاه ار، لكن الطول تاعه الماجنتيود از 1 يونت. ار هات يونت فيكتور، يعني هاي هي، نفترض انه هذا الطول هو وحده واحده، هاي هي ار هات. شوفوا الدايركشن نفس اتجاه المتجه ار، لكن الطول تاعها واحد. عشان هيك
لو حبيت اني افك انا هاي دي اس كروس ار ار هات، لو حبيت احسب المقدار تاعها شو راح يكون الناتج؟ راح يكون المقدار الاول اللي هو طول المقطع الصغير اللي هون في مقدار الثاني ار هات. الار هات مقدارها هو واحد، اي اشي هات الماجنيتيود تاعه يساوي واحد في ساين ثيتا اللي بينهم، بين مين ومين؟ بين اتجاه الار هات واتجاه الدي اس. وبالتالي هاي معناها دي اس كروس ار هات، اذا اخذت المقدار معناها دي اس في ايش؟ في ساين ثيتا، بتروح الار لانه قيمتها واحد. هذا كله مقسوم على ار تربيع. هذا اللي احنا بنحصل عليه هون هو الدي بي از فيكتور، متجه الدي بي. الان لو بدي انا اتكلم عن المقدار تاع الدي بي لحاله بدون اتجاهات، راح يكون ميو نوت على 4 باي في اي في دي اس في ساين ثيتا على ار تربيع بهذا الشكل. لاحظوا انه اختفت الار اللي فوق، لانه لما نحكي عن المقادير فمقدارها هو واحد، ولما نعمل كروس برودكت وناخذ المقدار راح يطلع لي ساين ثيتا بين اتجاه الدي اس واتجاه الار هات اللي قيمتها واحد. فبيطلع القانون بهذا الشكل اذا كنت شغال على المقادير بدون اتجاهات. الان هذا هو المجال الناتج عن دي بي، عن مقطع صغير، عن دي اس اللي هو الدي بي. اذا كنت بدي المجال كله فشو بدنا نعمل في هاي الحاله؟ بدنا نعمل انتجريشن تكامل، اللي هو راح يساوي ميو نوت، هذول الثوابت نطلعهم برا، واي و4 باي في تكامل دي اس كروس ار هات مقسوم على ار تربيع. اذا واحد بحب يحط هون ار متجه عادي بيقدر. نتذكر مع بعض انه من فيزياء واحد انه ار هات هي المتجه ار نفسه مقسوم على قيمه ار. وبالتالي لو واحد حب يحط هون بدل الار هات المتجه ار العادي، شو بده يحط؟ يقسمه على ار، وبالتالي راح نحصل على هيك، يصير دي اس كروس ار مقسوم على ار تكعيب، لانه في عندي ار تربيع وبتيجي ار في المقام هون بصير ار تكعيب. لو واحد حب يشغلها بهذا الشكل ما في اشكال. تمام، اذا هذا قانون بايو سافار. قانون بايو سافار شباب من القوانين اللي ما بيجيش عليها امثله حسابيه رياضيه، نادر جدا. هو قانون يستخدم لاشتقاق القوانين المختلفه، لان من الاشكال اللي ممكن نحصل عليها بتطبيقنا لقانون بايو سافار في اشكال محدده شفنا كيف قوانينها، لكن راح نذكركم فيها تذكير سريع. اول شكل بهمنا الان لو كان في عندي فاينايت وير، finite wire زي هيك مثلا، سلك طوله محدود وطلب مني احسب البي عن نقطة، مش شرط تكون في المنتصف، المهم يكون في على اليمين وعلى الشمال على الجهتين في اسلاك. نقطة مثلا اسمها سي، المسافة بعد النقطة عن السلك هي A. لو اخذت انا خط من النقطة لطرف السلك اليمين واليسار، فالزاوية اللي هون نسميها ثيتا واحد، والزاوية اللي هون بنسميها ثيتا اتنين بهذا الشكل. طبعا السلك كله كم طوله؟ طوله هو L. هذا السلك الآن بمر داخله طبعا تيار كهربائي current اللي هو I، فبينتج عن هذا السلك مجال مغناطيسي في المنطقة المحيطة بالسلك. فإيش المجال المغناطيسي بيساوي؟ المجال المغناطيسي يا شباب بي عند النقطة سي بيساوي في هاي الحالة ميو نوت في اي على 4 باي في اي في ساين ثيتا واحد ناقص ساين ثيتا اتنين بهذا الشكل. ساين ثيتا واحد ناقص ساين ثيتا اتنين. بس بدنا ننتبه انه ثيتا واحد وثيتا اتنين هي الزاوية بين الخط اللي نازل من النقطة باتجاه السلك واليسار بالأول بعدين اليمين. يعني هاي الزاوية اللي على هاي الجهة هي ثيتا واحد، واللي على الجهة الأخرى هي ثيتا اثنين. لما نعوضهم نعتبر هاي الأنجل إيش دائما؟ موجبة، واللي على الجهة الثانية بنعتبرها سالبة. يعني مثلا لو حكى لي إنه هاي الزاوية اللي هون 60 درجة، شو بعمل؟ بحكي ساين الستين ناقص من القانون ساين السالب 60 مثلا. لاحظوا انه على الآلة الحاسبة هذا ايش معناه الكلام؟ معناه في اشارة سالب راح تظهر على الحد اللي هون. وبالتالي لو كانت الزاوية الأولى 60 وهي 60،
راح نعوض الأولى موجب والثانية سالب 60، فهيك راح يصير عندي ساين 60 ناقص ساين سالب 60، فبيطلع الجواب 1.73 مثلا. لو الزاوية 30 نحكي ساين 30 ناقص ساين السالب 30، عن ساين 30 نص، ساين 30 نص، لو ما عوضنا إشارة السالب في الحالة الثانية بيطلع نص ناقص نص يعني صفر، لكن لما نحط السالب اللي أنا بحكي لكم عنه هون لهذا اللي هو مختص بثيتا 2 رح يطلع الناتج 1، لأنه ساين 30 نص ناقص الناقص نص، ساين السالب 30 هي سالب نص، وفي سالب أصلا بصير زائد نص ونص اللي هي 1، وهكذا. هاي أول شكل. الآن لو كان السلك اللي عندنا نفس السلك هذا لكنه infinite مش finite محدود الطول، لو كان infinite where لازم نعرف إنه أول إشي على امتداد السلك، امتداده هو رايح للما لا نهاية، هون ما في عندنا بي، بي بتساوي زيرو. كيف عرفنا؟ من قانون بيوسافارت من هون. لو طلعنا على هاي الصيغة اللي احنا كتبناها بهذا الشكل، دي اس هي طول مقطع من السلك، الثيتا هي الزاوية بين اتجاه هذا المقطع وبين اتجاه ار زي ما شفنا هون، هاي هي ثيتا. لو طبقنا هذا الكلام هون، هاي مقطع من السلك مثلا، هاي هي الدي اس، وهيك اتجاه الار باتجاه النقطة المطلوبة، ار باتجاه النقطة المطلوبة زي ما شفنا هون هيك. فلو طبقنا الزاوية بين اتجاه الدي اس اللي هي لليسار واتجاه النقطة المطلوبة اللي هي أيضا لليسار راح يكون صفر، وزي ما احنا عارفين ساين الصفر بيساوي صفر، فبيطلع كل المجال بيساوي صفر، ولهذا ما في مجال مغناطيسي بيكون موجود على امتداد السلك أو على جسم السلك نفسه. طيب احنا ما بدناش على امتداد السلك، احنا بدنا هون فوق في هاي النقطة على بعد A عند النقطة C، البي عند النقطة سي في هاي الحالة راح تكون ميو نوت في اي على 2 باي اي، ميو نوت في اي على 2 باي اي، هذا قانون السلك المستقيم. هاي الأشياء الأشكال المختلفة لازم نحفظ مجالاتها، لأنه السؤال بيجي مباشر بيعطيني شكل من أشكال الأسلاك وبيطلب مني أحسب المجال المغناطيسي الناتج عنها. ف البي بتكون بهذا الشكل، البي بتكون بهذا الشكل إذا كان السلك محدود. هون لو حبينا ننبه بس إنه ثيتا 1 لو كان مش معطيني الزاوية بقدر أحسبها من خلال الساين أو الكوساين وهكذا، فبنحكي إنه ساين ثيتا 1 إيش بيساوي؟ هاي ثيتا 1، الساين هو المقابل على الوتر، فهاي المسافة لو اعتبرناها مثلا لحالها هي L1، هاي المسافة اللي هون اعتبرناها L2، طبعا L هي L1 زائد L2، فساين ثيتا 1 تساوي L1 اللي هي المقابل على الوتر. الوتر شو هو؟ الوتر عبارة عن الضلع الأول تربيع، الضلع الثاني تربيع تحت الجذر، إذا الجذر L1 تربيع زائد A تربيع بهذا الشكل. نفس الطريقة بنطلع ساين ثيتا 2 رح يكون L2 طبعا بس بالماينس L2 على جذر L2 تربيع زائد A تربيع. تمام، لو بدنا نطبق هذا القانون على هذا الشكل نقدر، بس كم راح تكون الزاوية؟ تخيل هذا السلك لوين ممتد؟ ممتد إلى ما لا نهاية بعيد، وبالتالي بدنا ناخذ خط بهذا الشكل عشان يوصل للما لا نهاية، يلتقي مع هذا في ما لا نهاية. لما يلتقوا السلكين أو الخطين في ما لا نهاية معناها أن الزاوية بينهم بتساوي 180 درجة متوازيات، وبالتالي الزاوية اللي هون راح تكون 90 درجة. ونفس الطريقة من الطرف الثاني راح تكون هاي الزاوية هون 90 درجة حتى نضمن انه هذا وهذا متوازيات حتى يلتقوا في الانفينيتي. فبدنا نعوض ايش هون؟ ساين 90 ناقص ساين السالب 90، هاي واحد وهاي بتطلع سالب واحد، مع السالب بصير زائد، واحد زائد واحد بيطلع 2، 2 مع الأربعة بضل 2 تحت اللي هو هذا ميو نوت في اي على 2 باي اي، هذا هو قانون بي في حالة الانفينيت وير. تمام، الشكل الآخر من أشكال الأسلاك اللي عندنا
انه يكون في عندنا كيرفد واير. كيرفد واير يعني سلك منحني. لو كان في عندي انحناء في السلك، يعني مثلا هيك، طبعا لو كملنا الشكل شو راح يكون؟ راح يكون ملف دائري. فأنا وين بدي أحسب أصلا المجال المغناطيسي الماغنتيك فيلد؟ في السنتر تاع الدائرة. بالتالي الدائرة لو كانت مكتملة أو جزء من دائرة اللي هو الكيرفت وير، في الحالتين أنا بيهمني أحسب دائما البي في هاي النقطة اللي هي في مركز الدائرة هون، لأن هاي المسافة اللي هي بتمثل الراديوس مقدارها إيه؟ البي في السنتر هون بيساوي ميو نوت في اي. اي هي التيار المار في الكيرف سيركلر سيجمنت في المقطع الدائري الصغير، ميو نوت في اي في ثيتا مقسومة على 4 باي اي. ميو نوت في اي في ثيتا على 4 باي اي. بس هون بدي انتبه انه ثيتا ايش لازم تكون؟ راديان. يعني ثيتا مثلا لو كانت 90 درجة شو بدنا نعوضها؟ نعوضها باي على 2 مثلا. لو كانت 90، لو كانت 90 درجة، لو كانت 180 بعوضها باي، وهكذا بدها تكون دلالة الباي مش بدلالة مش بالديجري. انتبه هون بتكون بالراديان لأنه في عندي باي تحت بهذا الشكل عشان نختصرهم مع بعض. الآن بدنا ننتبه إنه ثيتا المقصود فيها في هذا السؤال هي هاي الزاوية، بسموها السنترال انجل اللي هي الزاوية المركزية اللي بتقابل القوس اللي عندنا. لأن ثيتا من الهندسة الرياضية بنعرف انها بتساوي ان او مش ثيتا بتساوي ان تساوي ثيتا مقسومة على 360 درجة اذا كان طبعا بالديجري، او بتساوي ثيتا على 2 باي اذا كانت بالراديان. هيك بنحسب الـ n، يعني الثيتا راح تكون 2 باي في n أو 360 درجة ضرب الـ n إذا كانت الثيتا بالديجري. لو عوضنا مكان ثيتا هون 2 باي في n على اعتبار إنه هون إحنا شغالين بالراديان اللي هي نفسها هاي، فراح نحصل على 2 باي في n، وفي عندي 4 باي هون راح نختصرها راح ضل 2 تحت. إذا ممكن أحكي إنه b بتساوي ميو نوت في i في n على 2a. هذا الكلام متى بتطبق؟ بتطبق إذا كان في عندي جزء دائري وكان معطيني ال n اللي هي number of turns عدد اللفات. n اللي هي number of turns عدد اللفات. طبعا number of turns في لها ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول انه تكون ان اكبر من واحد، يعني مثلا ان تساوي 10، ان تساوي 50 وهكذا. هذا بيجي يعني ايش؟ مذكور في السؤال بشكل واضح وصريح. الاحتمال الثاني انه تكون ان تساوي واحد. كيف هاي الحالة؟ انه برسم لي هو دائرة كاملة بهذا الشكل وما بيجيب لي سيرة ان في السؤال، فهون بعتبر انه ان تساوي واحد. والاحتمال الثالث والاخير انه تكون ان تساوي كسر، يعني مثلا ربع، سدس، نص وهكذا. متى؟ إذا كان في عندي جزء من دائرة مثلا زي هيك ربع دائرة إن تساوي ربع. كيف بحسب الإن في هاي الحالة؟ ها هي الإن اللي بتساوي ثيتا على 360 درجة أو على 2 باي إذا كانت بالراديان في هاي الحالة. أما هون خلص إن تساوي واحد وهون إن قيمتها بتكون معطاة، فهون إن المرتبطة بالزاوية إذا كان في عندي جزء من دائرة. تمام. أغلب الحالات طبعا بتيجي على الحلقات الدائرية بتكون الدائرة كاملة وفي عندي عدد من اللفات، يعني هاي هي الحالة الأكثر، يعني إن بتكون مقطع 10 12 30 لفة 100 لفة وهكذا. لكن لو كان عندي جزء من دائرة بضطر أحسب الإن من العلاقة اللي هون ثيتا اللي هي السنترال أنجل مقسومة على ال 360 درجة حتى نطلع قيمة الإن كم بتساوي. هذا إذا كان في عندنا إيش إذن؟ كيرفد وير. طب لو كان في عندي سيركل كاملة، سيركل كاملة خلص بصير هذا هو القانون، وبعوض قيمة الان بواحد، ميو نوت في اي في واحد على 2a، a هي الراديوس. تمام. طب لو كان عندنا الان سيركل كاملة
سيركلر كارنت لوب والطلب مش في مركزها زي هاي الحالة زي الحالة اللي هون، لا طلب على امتداد المركز هون على بعد x من السنتر. طبعا هاي المسافة احنا مسمينها a اللي هي الراديوس، وانا بدي احسب المجال هون عند النقطة P هون النقطة C. وطبعا في تيار كهربائي I ماشي في هذا الكرنت لوب، وعدد لفاته هو N number of turns. في هاي الحالة ال B عند النقطة P يساوي ميو نوت، هاي دائما موجودة في I في A تربيع. طبعا بدي اضرب في N لو كان في عندي ايش number of turns، يعني في عندي عدد من اللفات ضرب N، لو كان عدد لفات واحد خلص بشيل ال N اللي هون، مقسوم على 2 في A تربيع زائد X تربيع الكل قوة 3 على 2. لأن A تربيع زائد X تربيع شباب فعليا هي عبارة عن مين؟ عبارة عن هاي المسافة اللي هون اللي هي الوتر، هذا مثلث قائم الزاوية. هذا هو قانون حساب الـ P عن نقطة على امتداد المركز. إذا بده B في المركز نفسه في السنتر بنعوض X بصفر. لاحظوا لما نعوض X بصفر هاي بتروح A تربيع أس 3 على 2 بضل A تكعيب، A تكعيب مع A تربيع بضل A واحدة تحت. فوين بنرجع؟ بنرجع للقانون هذا نفسه، هذا نفس القانون بيطلع لنا ميو نوت في I في N على 2 A، لأنه هاي مع الأس بضل A تكعيب وفي تربيع فوق بيلغوا بعض بصفي A واحدة تحت في المقام، 2 A في المقام وميو نوت في I في N في البسط. إذا ميو نوت في I في N مقسوم على 2 A لو كان في عنا المجال المغناطيسي مطلوب حسابه في مركز الدائرة. تمام. أيضا من الأشكال اللي بهمنا نعرفها شكل مشهور جدا اللي هو السولونويد. السولونويد يعني الملف اللولبي. عشان نرسم بشكل واضح، نرسم القلب بتاعه البار اللي بدنا نلف عليه الأسلاك عشان نكون المجال أو الملف اللولبي. هيك راح يكون شكله على سبيل المثال بهذا الشكل. هيك، لأن هذا الملف اللولبي طبعا بيمر فيه تيار كهربائي كرنت بهذا الشكل. فالطول تاعه هو L هيك، والنمبر اوف تيرنز عدد اللفات هو N. رح يتولد داخل هذا الملف اللولبي طبعا مجال مغناطيسي هيك اتجاهه، اشكل خطوط مستقيمة متوازية، وبالتالي بيكون Uniform Magnetic Field مجال منتظم. طبعا المجال اللي راح نحسبه احنا راح يكون وين؟ في السنتر اوف ذا سولونويد، في مركز السولونويد. اذا قربنا من الاطراف بصير يقل، عشان هيك الحسابات بتكون دائما وين؟ في مركز السولونويد. هذا الماجنتيك فيلد في المركز هون في المنتصف على اعتبار النقطه هي اسمها سي، بي عند النقطه سي يساوي ميو نوت في ان نمبر اوف تيرنز في اي مقسوم على ال اللي هو الطول تاع السولونويد. مرات بيعبروا عن هذا القانون ميو نوت في اي ان على ال بسموها ان، ان سمول، ان سمول هي ان كابيتال على على ال على الطول تاع السولونويد كامل. هاي ايش بسموها اللي هي الان سمول؟ بسموها نمبر اوف تيرنز per unit length، يعني عدد اللفات في وحدة الأطوال. وطبعا شو بتكون وحدتها؟ الان وحدتها هي turns per meter، يعني كانت بالسنتي بدي احولها لمتر. لا انا بنصحكم شباب في هاي الحالة اذا اجت، اذا كان معطيني number of turns per unit length في السؤال، شو اعمل؟ مثلا حكالي هيك انه number of turns اللي هي ان سمول بتساوي 30 تيرن
بير سنتيمتر مثلا. نصيحتي لكم اشتغلوا دائما على هذا القانون اللي فوق لانه هون في تحويل وهكذا. فبنعتبر انه ان تساوي 30 يعني هاي هي ان وهاي هي ال، وبعتبر انه ال تساوي 1 سنتيمتر. بشتغل انه ان تساوي 30 وال تساوي 1 سنتيمتر، فبدي احولها لمتر باني اعتبرها 10 اس سالب 2. واللي بيحب يخليها يقول خلاص ليش انا احولها، ما هو معطيني ان جاهزه بس بعوض من 10 اس سالب 2 لانها بالسنتيمتر، فبتطلع لفوق بصير موجب 2 يعني بيطلع الجواب 3000. 3000 لفه في المتر الواحد في المتر، اما بالسنتيمتر هي 30 لفه، بعوض هون 3000 وخلص في مشكله. لكن حتى الطالب ما يتلخبط، بيقدر يعتبر انه الان بتساوي 30 والان بتساوي 1 يعني يجزئ الان اسمه حسب هذا القانون. تمام، هذا بالنسبه لمين؟ بالنسبه للسولينويد. الان بالنسبه للشكل الاخير اللي بدنا نناقشه هلا اللي هو مين، اللي هو اسمه تورويد. تورويد هو ايضا ملف لولبي زي هيك، لكن منها على شكل زي الكعكه زي الحلقه. فالقلب اصلا عباره عن دائره، والسلك منفوف عليها. بهذا الشكل. طبعا بيمر في تيار كهربائي. هيك بيطلع. آخر شيء بده يكون هيك جاي، يعني بده يكون هيك نازل وهيك جاي. آخر شيء بيطلع بهذا الشكل. تمام، الآن هاي المنطقة شباب البي فيها بتساوي صفر، والمنطقة الخارجية البي فيها بتساوي صفر. فالمنطقة اللي فيها ماجنتيك فيلد بي، بس المنطقة هاي هون اللي هي داخل اللفات هون بي لا تساوي زيرو، لها قيمة. طب ايش بتساوي هاي البي؟ البي بتساوي في المنطقة اللي بين طرفي الحلقة اللي لفين السلك عليها، البي بتساوي يا شباب ميو نوت في ان اللي هي النمبر اوف تيرنز في اي اللي هي عدد اللفات مقسوم على 2 باي r. ايش هي r small؟ هاي r small هي بعد النقطة المطلوب عن المركز، يعني هو انا بدي احسب المجال هون، فهي هي r small. اللي بيدقق شباب وبيحبش مثلا انه يحفظ اشياء كثيرة رح يلاحظ انه هذا القانون هو نفسه هذا، هذا هو نفسه هذا. لما نختار نقطة زي هاي، لو انا قلت لكم هاي المسافة اللي هون ايش بتمثل؟ بتمثل محيط الدائرة. طب ليس محيط الدائرة لو أنا مسكت التورويد هذا وهيك فردته فردناه بشكل مستقيم، ليس المحيط تاع الدائرة هو نفس الطول تاع السولينويد؟ يعني الطول تاع السولينويد اللي هون لما أعمله على شكل دائرة رح يطلع لي إيش؟ يصير تورويد، رح يكون الطول هو عبارة عن المحيط تاع الدائرة. ولهذا هذا قانون محيط الدائرة 2 باي R اللي هو نفسه L الطول. فالطول تاع التورويد اللي هو L عبارة عن محيط الدائرة 2 باي R، فهو فعليا نفس القانون ميو نوت في N في I على الطول تاعه اللي هو محيط الدائرة 2 باي R. بس هذا الكلام بس وين شباب؟ بس في المنطقة الداخلية اللي هون، يعني داخل الحلقات، أما خارجها المجال بيكون بيساوي صفر. هذا يا شباب بالنسبة لحساب المجال المغناطيسي الناتج عن أشكال مختلفة. هاي الأشكال مطلوب ندرسها، سلك مستقيم دائري سواء كان جزء من دائرة أو دائرة كاملة، وإذا الدائرة النقطة كانت خارجها خارج المركز تاعها على امتداده، وإذا كان في عندي ملف لولبي سواء كان مستقيم أو دائري بهذا الشكل سولونويد أو تورويد. ها هي المجالات المطلوبة منا. الآن قبل ما ننتقل لنقطة أخرى في هاي المراجعة السريعة، خلينا نتكلم يا شباب عن اتجاه المجال المغناطيسي كيف بتم تحديده. طبعا شفنا احنا في شابتر 29 طريقة تحديد اتجاه القوة المغناطيسية. القوة المغناطيسية هناك في هذاك الدرس كانت كان لها نوعين،
اللي هي القوة المغناطيسية المؤثرة على شحنة، والقوة المغناطيسية المؤثرة على سلك موضوع بداخل المجال المغناطيسي. كانت القاعدة أني أنا أرسم دائرة صغيرة، كنا شو نعمل لما يكون في عندي مثلا مجال مغناطيسي وفي تشارج تحرك بسرعة مقدارها في، شو كنا نسوي؟ كنا هيك نعمل دائرة نحط هون V وهون B وهون F، FB أو الـ FM كنا نسميها. بعدين أشوف مين هو اللي مجهول اتجاهه، مثلا الـ FB، فعطول بحط الإبهام باتجاه الـ V والأصابع الأربعة باتجاه الـ B، هيك كنا نعمل هون V هون B، فيكون باطن الكف هو اتجاه الـ F القوة المغناطيسية. لو كان اتجاه الـ V هو المجهول كنت أحط إبهامي باتجاه الـ B، أصابع الأربعة باتجاه الـ F وهكذا، فأطلع اتجاه الـ B باطن الكف. كنا نستخدم إذن إيش الإبهام والأصابع الأربعة وباطن الكف كلهم كنا نستخدمهم. في حالة الأسلاك الوضع مختلف تماما، هاي القاعدة مش راح نطبقها بهذا الشكل. طبعا هون سواء كان شحنة أو كان في عندي سلك، بدل الـ V هم نحط اتجاه الكرنت اتجاه الـ I، ما في فرق. القاعدة الآن مختلفة شباب. الآن أنا في عندي في اليد اليمنى الإبهام مستقيم، الأصابع الأربعة ممكن تكون دور على شكل دائري. لهذا لما أجي أطلع المجال المغناطيسي بطلع دائما على السلك كيف شكله. إذا كان السلك اللي عندنا سلك مستقيم مثلا، فبحط إبهامي مع اتجاه التيار، إبهامي لأنه إبهامي مستقيم مع التيار المستقيم. الآن وين النقطة المطلوبة؟ مطلوب نطلع الماجنتيك فيلد فوق السلك ولا تحت السلك؟ إذا كان السلك عمودي يمينه ولا يساره؟ هيك راح يطلب مني. فمطلوب أطلع اتجاه المجال فوق السلك، فبحط إبهامي باتجاه اليمين. وبفرد أصابعي الأربعة باتجاه النقطة المطلوبة بهذا الشكل. شوفوا كيف؟ إبهامي باتجاه اليمين، أصابع باتجاه النقطة المطلوبة، فوين اتجاه باطن الكف؟ نحو خارج الصفحة. إذا اتجاه البي هون هيك راح يكون في المنطقة اللي فوق السلك. في المنطقة السفلية نفس الطريقة، بعمل إبهامي باتجاه التيار، أصابع باتجاه الأسفل بهذا الشكل لأن النقطة أسفل السلك هيك، فوين باطن الكف؟ نحو داخل الصفحة. إذا هيك راح يكون اتجاه البي. هذا بالنسبة للسلك المستقيم. طيب بالنسبة الآن لو كان السلك دائري على سبيل المثال هيك، في الملف الدائري الأمور أسهل، ما بحط إبهامي باتجاه التيار، وإن كان ممكن يعني يزبط بس الطريقة الأسهل لأنه الملف دائري هالمرة بعمل أصابعي باتجاه التيار لأنه أصابعي هم اللي بدوروا بهذا الشكل. فلاحظوا أنه هاي الدائرة اتجاهها كيف؟ اتجاهها عكس عقارب الساعة، فبحط أصابعي شوفوا كيف بقعد السيف تاع الإيد وين؟ أو حرف الإيد بقعده على الورقة نفسها بحيث إنها تنطبق على الملف المرسوم هون. هي اتجاه التيار، وين إبهامي؟ اتجاه إبهامي هو خارج الصفحة. إذا المجال المغناطيسي في مركز الدائرة هو خارج الصفحة، بكون بهذا الشكل. طيب لو كان في عندي مثلا اتجاه التيار بالعكس هيك، فشو بنحكي في هاي الحالة؟ إنه هذا هو اتجاه التيار، إبهامي لوين؟ لاحظوا إبهام صار داخل الصفحة، داخل الصفحة. إذن كيف بعبر عنه؟ إنه بي بهذا الشكل. فهون إبهامي مع التيار في الدائري الأصابع الأربعة مع اتجاه التيار. طيب لو كان عندنا الآن مثلا الحالة اللي شفناها قبل شوي إنه هيك السلك مثلا، هو طالب مني أطلع المجال في هاي النقطة. الآن نحط أصابعنا الأربعة، لاحظوا كيف باتجاه باتجاه التيار هيك، فوين إبهامي؟ لليسار. إذا راح يكون المجال المغناطيسي بشكل عام هيك اتجاهه اللي بيخترق الملف الدائري، وبالتالي في هاي النقطة حيكون اتجاهه لوين؟ حيكون بهذا الشكل نحو اليسار. لو كان التيار بالعكس بصير بالعكس، إذا هاي الأصابع هيك اتجاه الغين، هي الأصابع هيك اتجاه الغين. لو كان التيار بالعكس من تحت طالع من الأمام نازل، يعني عكس الحالة اللي عندنا، بصير اتجاه البي نحو اليمين. طيب الآن نجي للشكل الأخير اللي هو الملف اللولبي.
هي مثلا هيك او هيك. التيار بكون طالع من اليسار او نازل، او بكون طالع من اليمين ونازل من هون. شو بنعمل شباب؟ طبعا احنا شفنا انه المجال كيف رح يكون شكله، رح يكون خط مستقيم بهذا الشكل، لكن وين اتجاهه؟ على اليد اليمنى، لان اليد اليمنى في حالة اللولبين، اللولبين عبارة عن لفات، وبالتالي اصابع باتجاه التيار. بس كيف؟ لاحظوا انه التيار الصاعد باتجاه اللولبي جاي من تحت القلب اللي انا لفيت السلك عليه، هون من فوق هون من تحت، فالتيار متجه نحو الملف اللولبي من تحت القلب. فشو بعمل؟ لو تخيلنا القلب هذا هو زي القلم هون، التيار من تحت جاي، فيك اصابع الاربعه بتيجي من تحت بهذا الشكل. وين ابهامي؟ ابهامي نحو اليمين، فاذا بيكون المجال المغناطيسي نحو اليمين بهذا الشكل، هذا هو اتجاه البي. طيب هون شوفوا التيار كيف جاي، هي القلب، السلك جاي من فوقه بهذا الشكل هيك، وبصير ينزل يلف بهذا الشكل، وحط أصابعي، وين اتجاه الإبهام بيكون نحو اليسار، فالبي هون اتجاهه نحو اليسار. هيك يا شباب نطلع اتجاه المجال في قلب الملف اللولبي اللي هو السولينويد. طب لو كان في عندي تورويد نفس الطريقة، يعني مثلا هاي الحالة اللي كانت عندنا هون، لاحظوا باخذ اي حلقه من الحلقات هاي مثلا، لاحظوا انه التيار في الجزء العلوي من فوق من فوق القلب هيك رايح، فبحط اصابعي معه، هون اتجاه الابهام لهناك، اذا هيك راح يكون اتجاه البي بهذا الشكل، هيك بيكون اتجاه البي، هيك بدور مع قارب الساعه. لو اخذت اي حلقه من الحلقات بهذا الشكل، هاي مثلا شوفوا من تحت هي رايحة للأمام، وبعدين من فوق أجت هيك، يعني هيك شكل، هاي بهذا الشكل، شوفوا كيف أصابعي دارت مع هاي مع اتجاهها، وين إبهامي بيكون؟ هاي الحلقات هيك، تمام، رح يكون اتجاه المجال المغناطيسي هو نفسه بهذا الشكل، هيك لهون نازل وهكذا، هيك راح يكون اتجاهه. اذا بهذا الشكل نفس اتجاه هذا دار واجل هون. هذا يا شباب بالنسبه لتطبيق قاعده اليد اليمنى في حاله الاسلاك لتحديد اتجاه المجال المغناطيسي الناتج عن مستقيم او دائري او لولبي. تمام.